صلي بياض بس اسحبوا بقى الخوت دي اللي جت جرب اسحب على طول اسحب لا وانت كمان اسحب عشان المكنه تحتيك الرفاص على طول خلي بالك تعالى من هنا بقى عشان المركب تقرب الجنب ده هي كبرت ليه كبرت بس دي بياضة دي هذا بياضة الله على النبي قول بقى بياضة وهو هيطلع شريف لا عمال يسد في بكون بياضة يا عم شريف مش هيعمل كده شريف قلت له سمكة بيضة مش شريف مش شريف طب انا ماسك في ايدي ما صدقنيش لما قلت له سمكة بيضة يا جماعة لو حد جايبني سيب ها هنتقلت فجأة خش هتجيبك خش بسرعة على النار عم مش كل حاجة موزونة ان شاء الله لا فوق الارض يخرب بيت دماغ صلى على النبي بتقاوح لغايه فوق بتلف يا جماعه خلي بالكم من خيوطكم ها بسم الله ما شاء الله وجل جاهز الوجل ها جاهز هجيبه لك انا الوش الميه بالراحه مش مستعجلين ها مش مستعجلين بسم الله ما شاء الله سليخ سليخ وحش انا على النبي اهو هات هنا بس كده اوه خلي بالك من دول ما تمسكش ده بس ليه ازرق ها لا مش سليخ ازرق اه السليخ الله ينور بالراحه وريني اسحب الشجاجه بس عشان اصورها من تحت كده على بالك لا ما طلعهاش ايوه عايزها كده بس محمد صباح الورد فك محمد معي